هذا هو الالتزام، هذا هو الالتزام الذي بين النخب والمنتخب. بيني وبينك، وهذا انا مانيش نقول فيه كلام وباش نتغدغ العواطف تاعكم باش نقول لكم راني راح ندير هذا، لا انا اللي درت هذا. انا كنت نتكلم تقبيل وقلت لكم باللي الحمله الانتخابيه تاعي انتهت قبل بدء الحمله الانتخابيه هذه، لانني خلال 5 سنوات كنت فاتح مداومتي سنه بحي مرور مدني وسنه بحي منكوبين مقابل البنك الخارجي في طريق بلاكا فيها مداومه النائب الطارق. كنت داير فيها طالب جامعي دايرو شهريه يستقبل الناس اللي نكون غايب ونكون حاضر قاعد انا وياهم نستقبل الناس. لمده 5 سنوات ومانيش نقول في كلام مزايده، نقول لكم لو كان تجيبوا لي مواطن واحد من الولايات من حمانطه من دريعه من ونوغه من زرزور من سليمان بالعايبه من المال من واحد فقط برك قال راني رحت للمداومه ولا مسطر التليفون ما استقبلوش برك كان مقعد ولا 15 هذا وجابكم هنا مطيش. يعني اللي واحد ما يطالبنيش لما ما يجينيش ولا يتصل بي كثير مشاكل ما يفوق 80% مشاكل الناس الحمد لله تفضل وكاين مشاكل الناس ما تحلتش سواء جماعيه او فرد. هذا هو العمل تاع الناس ان نكون في الاستماع عليك يرفع الانشغالات تاعك يجري على مشاكلك يحل لك مشاكلك هذا هو الالتزام. ثم لازم يكون معمر كرسي يا جماعه في الجزائر الليل او مش يجي يروح يدافع على يجي يدافع على حمام ضلعه يضحك لي وزير ولا يقعد قدامنا قهوه برك تفتح وننسى روحي. لا مش هذا هو ذاك اللي يقنعوا باش يلقوا الحلول. ما نعجزوش انا نعرف الجزائر نعرف امكانيات الجزائر نعرف وزير باللي لما نقدم له في الميزانيه تاعو لما نصدق له على الميزانيه تاع الدوله ب 100 مليار دينار لازمني في العام الجاي ما نلقاش استهلك منها غير 40 مليار دينار و 60 مليار دينار ما نستهلكهاش فيها مناصب شغل تاع شباب فيها دعم تاع الناس فيها مشاريع تاع مواطنين. هذا هو هذا غير كفر ما يكلفنيش نعرف انا نعرف من تؤكل الكذب لازم نعرف هذا النائب هذا يتخيروه لازم يكون يعرف ما يلعبوش عليه ما يلعب عليه لا لا اي كان واش هو واش لازم لازم يكون مسلح واش مسلح يكون فاهم الواقع تاعو فاهم الامكانيات تاع الجزائر فاهم القوانين تاع الجزائر في اطار ما يسمح به القانون وفي اطار التشريعات تاع الدوله الجزائريه. ثم ما يكفيش النايب هذا لازم يحمر في وجهك. الجزائر راهي قريه في وسط العالم راهي الاتحاد الافريقي برك راهي شغل دار في افريقيا راهي شغل في دوار وفي اوروبا راهي في مدينه. هذه هي الجزائر كاينه علاقه دوليه كاينه وفود اجنبيه تجي وتروح كاينه مصالح. هذا اللي تاع هذا راه يمشي انا الحمد لله بفضل ربي انا عمرت كرسيه كنت شارك في المؤتمر العربي الافريقي قبل ما يكسروا سوريا في 2007 حضرت في اندونيسيا في بوردو حضرت في كثير مثلت المواطنين تاعي وما معمر كرسيه وشرفت العالم تاعنا وشرفت الجزائر. هذا هو لما تكون عندكم هذا الادوات تاع الاختيار نقول لك خير. انا قدمت عارف بين السيد انا نقدم المواطن لا واش لما كنت نقول فيه خير واش لما يختار على بينه ويختار على مصيره يختار على بينه انه يعرف ربما يعرفون كثير من الناس كثير من كبار في طول اعمارهم يعرفوني كثير من اصحابي يعرفوني ولكن كاين شباب ما يعرفش المسار تاعي العلمي وشنو لقيت انا ما يعرفش المسار المهني ما يعرفش المسار الانتخابي تاعي ما يعرفوش. ولذلك كان من الواجب انني درت هذا السيره الذاتيه باش تعرفوها واش هو
كي تقعد بينك وبين ضميرك وبينك وبين ربي، إلا لقيت القائمة أفضل من تاعنا والأشخاص أفضل من تاعنا وخيرتني عليهم، فلقد خنت الله ورسوله والمؤمنين. أنا خليك تخير أنت، أنت اللي تخير صاحبك. هذا السيفي هذا راني نوزع فيه للنسمة، الاسم تاعي داير فيه المسار تاعي كامل، يعني من العمر تاعي حتى المستوى العلمي، قال رصاص علوم مالية، شهادة رصاص استمرار العسكري في السلاطم، المؤهلات كذا كذا، هذه ماذا بنا تبداو تقراوها باش تعرفوا شكون هو غضبان خدمي، تعرفوا المؤهلات تاعو، بالنسبة للخدمة تاعو اللي يخدمها، أنا ما نديرش حل انتفاع، أنا نقول اللي ما يعرفش المسار تاعي يهز السيارة تاعو ويروح يروح. إذا ما لقاش الطريق مع ربي، إذا ما لقاش الغاز في الكونطاب، إذا ما لقاش تيسير فيه، وهذا للأمانة ما دارهاش غضبان خير الدين وحده. هذا كان بفضل الجماعة اللي كنت نخدم أنا وياهم، وكنا دايرين استقرار في البلدية، وبفضل المواطنين تاعي تاع البلدية اللي عاونوني. بفضل المواطنين تاع البلدية اللي عاونوني في هذا المسار. احنا نتنقلوا في كثير من القرى المداشر، غريب يعني كثير من القرى اللي مازال عندها مشكل الماء. احنا مشكل الماء راهم كاين حتى الشريطة تاع الفلفل والشريطة، صح ولا صح سي محمد الله عايش؟ سي محمد الله صح ولا لا؟ داير الشريطة تاع الفلفل على الماء 27 يورد الماء تاعهم يشربوا البقرة تاعهم. مازلنا نهضروا على الماء في المواطن؟ علاه؟ لأن مش كنت أشخاص مش كنت اختيار. لو كان أنا ما عاونيش ولاد ماضيهم، ولو كان ما لقاوش الالتزام اللي كنا نحضروا عليه، كان كاين التزام، راه ربما احنا ما كانش اللي راضي علينا الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلبش عليهم، يعني أنا باش أطلب كيما أنتم، عندي فرصون ثانية وعندي ناس، ولكن الشيء ربما غلطنا في حق ناس ثانية، احنا ماناش ملايين. ولكن احنا الشيء اللي كنا نقوله للمواطنين في الحملة الانتخابية تاع البلدية كنا نقولهم شيئين. كنت نقول لهم إذا كان كل واحد معطيه السكنة، هذا مش كل 90% غير مشاكل المواطنين، السكنة والعمل. إذا كان كل واحد معطيه السكنة والعمل، أنا راني كذاب وهو طمع. كيف؟ نزيد خونا هذا نقول له نجبد له الأجيال، نروح أنا نهنيك بالسكنة. وزيد لهذا وزيد لهذا وزيد لهذا، وانا عندي 9000 مواطن والله، والسكنه تجيني 150 ولا 160 ولا 200، والعالم ما نصل عمل كيف كيف. هنا سمعت انا كذاب وهو طاح. هو طاح. علاه؟ علاه نوصل لهذا؟ ولكن الشيء اللي مديته بالالتزام تاعي للمواطنين شيئين اثنين، قلت لهم ما ندوش بالفساد، ما ندوش بالرشوه والله بالمقابل، سواء سكر ريفي ولا سكر اجتماع او منصب عام. وهذه اللي نقول فيها في التجمعات كلها مجموعه تاع ولاد الماضي، قلت لهم قلت لهم اللي سالني والله والله ما هو راجل ما نقدرش يكون مسال خير الدين، انا وغالي مصلحه مصلحه بالمقام. هذا التزام، هذا هو الالتزام انا اللي نعطيه، انني ما ندهش لما نخير، لما خيرني ما ندهش مسال. ولكن والثاني الشرط الثاني انني احاول بقدر ما استطعت وباش نعدل، لأن هو يجيك واحد يقول لك يودي أنا انتخبت عليك، وكيف أنا خويا غلطتك وكذا، يودي أنا راني انتخبتوني راني تاع اللي كان معايا ولي كان غلط، راني كيقول لي رئيس بلدية راني تاع الناس الكل، غدوة كيقول لي نقول أنا راني تاع ولاد ماضي غدوة، يوم راني تاع الدريعي وتاع الخباشي وتاع المنوغة وتاع الدايري وتاع المعظمي، راني تاع الناس الكل، مش هذا اللغة واحد يقول لي يا خويا لا. حتى هو اختار عنده هو حرف اختيار، حتى ما اختار نجي انا في العقوش انا نولي تاع الناس الكل، ما اسمعش تاع جهه، يا حرام علي يا عم ربي، يا اخلاقي ما تسمحليش. وحنا الحمد لله الناس راهم يعرفوني لما كنت في المجلس المالي او في البلديه او في البرلمان يعرفوني في الجنه. ف انا شي يحبطني يعني يحبطني يعني كل محبط فيه هما شيئين في هي لغه الجهه وكلمه البراني وحاجه اخرى شيء هي
هي قولوا لي شيء اللي دير لي حمار ها قولوا لي شيء الرسول كان لها جاي تحبطني مثقف ما لومش انا الشباب والمسلمين ما يحبطني انسان مثقف ولا هو من الشهادات العليا ويتكلم هذا اليوم ورغم ذلك فانا احترم الشهاده لماذا الشهاده لان راه تحتها ناس اخرين يعرفوا قيمه الشهاده هذه وما عندهمش وهو يحمل هذا الفكر ويزرعه في وسط الشباب ويزرعه في وسط الناس ويحمل حتى شهاده دكتوراه فهذا لا نقول انا احترم الشهاده ولكن لا احترم لان الجزائريين كل خاوه جزائريين كل خاوه انا محتاجك انت من هنا وانت محتاجني لهين وهذا محتاج هذا كما خلقنا ربي وكل نكملوا بعضنا بعض خلق الطبيب يحتاج الفلاح وخلق الفلاح يحتاج الكوفرر ويحتاج الكوفرر يحتاج المرصص والمرصص يحتاج الفحام وكلنا نكمل بعضنا البعض وكلنا سواسية ولهذا انا نزلت باش نخطب نخاطبكم باش نقولكم ما نحبش تسمعوا لي والله يسال وقال خلي له وحده لاني حاب انا من خلقت انا من الشعب وسابقى في الشعب واغادر هذه السياسه من وسط الشعب هذه هي السياسه التي انتهجتها لماذا انا ما ولدتش غني انا ولدت في دار تعطور كما كثير من الاخوان لان فرنسا ما خدت لنا حتى حاجه من الكره رغم الناس يقولوا دور خلقت في دار تعطور في اسره من سبع ذكور وسبع بنات الحمد لله على الرجال وكيف يتوفوا ما عنديش برينسيبي ما كانش عندنا برينسيبي ربما كان الشباب اليوم انا في الموت كنت كي نقراو على الكانكي ربما كان الشباب ونقول ما هو الكانكي ما نعرفش هو الكانكي ما هي الماده اللي كان يشرب ما نعرفش كاربين كنا نقولوا كاربين بالفرنسي بالكازي صباح في اللغه راح نقراو العروس ما ظلناش شكون يسمع بهم؟ ها؟ عفوا موسى الحاج رحمه الله سيراك بن طيب موسى طيب الله فرحك هذا لما فرنسا كانت ضيت عليه هرب هو بالاسره تاعو وجا كان عندنا عايش معنا واحدة البنات هي راهي راها مع خويا اللي مزوجة بكره راضعين نحلي بعضنا من الثورة والدينا كانت هذه الكلمة ما كانش تاع براني هذه الأسرة هذه من المضاربات تاع فرنسا عاش تعبنا ما عندكم أبناء في حاجة بنتو راهي خواتات هي وخويا من الرب بحكم انهم عاشوا مدة تاع الخطية هذه عندي نسب عندي بعش حاج عيا ولد حاج عيسى بالدولي كنت اختي راهي عندك اعطينا له الاولى توفات زدنا له الزوج يا ربي كون كاش نطاق الحكايه تاع فراري اختلط هذاك الانسان وهذا مش كاين حاجه اكثر من هذا وهي الرابطه تاع الاسلام اللي سوات بين الاسود والابيض اللي سوات بين سلمان الفارسي وبين بلال الحبشي ما فرقت بين حتى واحد هذه هي الرابطه القويه فاذا كانت رابطه الاسلام ورابطه الدم ورابطه النسب ورابطه الاخوه ورابطه العالم الجزائري تربطنا كل وما زلنا نزل عبد الدكتور ويقول الفرامي يا اخواني هذا نقول له عيب الشهاده هذه روح رجع عن مولي هذا الاسلام اسمحوا لي انا نقول لكم مش غير هو في اي مكان في الوطن ولو كان نقولها انا
رجمون يخرجوا يقول انت ماكش تسعد صعبنا وتريدوا صعب لان انا عند احنا عم نحوصوا عبي مثلنا يجمل الناس مش اللي فرق بالناس انا الحمد لله درت السوق اشكرت فيها مزيدة كامل كاش من باب سوق السيارات في الولاية غير غضبة خارج يقولوا لي بقى كاش مكان يا اخي كان واحد رقم ممكن يدي السيارة تاعو يديها للصيف يروح بلا ربعة ويبات نهارين ويخسر 500 ألف ويبات يطايش وما عرف لا يبيع ولا ما يبيعش ويسالك 120 ألف ولا تاع 180 ألف تاع السوق ويزيد يسالك 40 ألف تاع المال تاع الليل ويرجع بعد يوم والله يومين ويشرب قهوة اليوم راه يشرب قهوة كما هنايا مع وليداته ويروح للسوق ويسالك غير 100 ألف ولا ما يشعل الدار يسالك السيارة تاعو ويروح حتى غدا هل نخدمت الشيء اللي طلب به المواطن بعطيه للبعض مانيش وحدي مع الرجال هذو متفاهمين نخرجوا الجو هذاك نتفاهموا فيه هذا السوق هذا يدخلوه من وليش الولايه حتى واضح عليا يعني يجيو من ديس السوق من جايه يجيو يشدوا النعجه من ذهب ولا من هنا يجي عفوا ولا من فلتر ولا من مافيا يجي يجي من ديس السوق يجي فهذا ما نقولش هذا عمل من الاعمال فنجيب له مناش نفرق ونقرب وما نبعدوش انا اليوم جاي الاخوان نذكر بهذه المحطات هذه باش نتعاملوا مع بعض ونقولوا خيروا رجال ونقولوا من هذا المنبر هذا الاحزاب خيروا ناس ما تخيروهمش بالفساد المال ما تخيروهمش بشراء الذمم انا الاخوان يا اخواني انا اللي جاوب معايا هنا انا سمعت من مركز الصوت والله كان حتى واحد كان يلعب على تكون ساكن صوت جايين باش يعرفوا راجل يعرفوا راجل باش يدخل المصري ما كانش في الشارع معطيهم قصر الله ومعطيهم اليوم هذا نعتبره من بعد خمس سنين كيجي فايت عندكم لها نحط عينيه لا والله ما نحطش عينيه قدام هذا ما حطيتهمش قبل نحطهم ولا مية في طرق الطاولة يعني ما حطيتهمش خلال مسار حياتي كامل نحطهم اليوم عينيه قدام واحد لا حط عينيه لأني خليت الالتزام بيني وبينك لأني دخلت في مرحلة تاع فساد ولذلك نقولوا للناس نسمعوا صحيح الله ما يصلح ربي يعني ولا نقول الا ان علم نسمع كلمه في ضايع قال شيء ما كثير من الذمم وش فيها شقين معذرة فيها شقين فيها الشق اللي يشري وفيها الشق اللي يبيع وفيها اللي يحضر بيناتهم كيما عرفتوا اللي يخدمونا اللي يحكم معاه اللي مذهب والوسيط معناها الوسيط اللي ما يسلكش اللي بيناتهم فين ما يسلكش اذا كان واحد اعطاك ربي مال سخر في الخير اذا كان واحد اعطاك مال اخدم به حمله نظيفه اما تشتري به الاصوات وتشتري راجل يضمن له يقول له انا الجهه هذه راه يقول لي هذه الجهه وكانها قلب الناس اللي باع عشاكم في حضارة تاعته اللي كنا نتكلموا الناس نطلع ربي عقل باش فقط يبيع الناس يعني. والله هذا الشيء هذا اللي باع ايضا يبيع غميروس الى راهنا مع الداف ربما نتجوز اليومين ثلاث ايام اربع ايام اقصها شهر وثلاثين هل ربي عطاك القيمة تاع التكريم اللي كل كرم كرم انت يا واش العقل تاعك هذا كرم كرم واش تهز روحك هذه المنزلة الحيوانية وانت الوسيط ما تخافش ربي وتزين وانا نقول لكم يا اخوان والله لا اخاف على المواطن الجزائري من الشياطين تاع شياطين الجن هاي نحلف لكم الشياطين عدونا ولا مش عدونا عدينا ولا مش عدينا والله لا اخاف منهم بقدر ما اخاف من شياطين الانس اختشر بقوتك وقدم شيطان الانس على شيطان الجن قال ان شياطين الانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا
وين هاليوحي؟ قال شايف انا انسى هاليوحي جي زين هاليوحي يا اخويا اجا خبز انا راه من قسمها وهذا الشعب راه نطلع من شي وصلات الروح وكذا ونجيه بالعشيره ونجيه بالمصلحه ونجيب هذا فيه وفيه بالاثم والافق لا نقول لكم يا اخواني راكم رجال ما تخليوش هذه الوصمه هذه على مستوى الولايه ككل المواطن الجزائري ما يستاهلش ايضا كاينه حاجه اخرى نبه لها يا اخواني وهي حكايه الورقه البيضاء لكن المواقف التحسيسيه اللي راح تمشي هو الناس متاخر ما عادش متاخر صح ما توجهنيش تقول لي دير بيضة تدبر عليا دير بيضة البيضة باش نخدم اللي البارح كان فوق كتافي ستة ساعة لا قال انتخب اخويا عندي 25 حيلة تفضل خير القايمة اللي عجبتك خدم وخذ واكل صوتك بكل حرية وبكل موضع عيوب وقت الانسان اليوم نشكر اخواني اليوم ما مضرت عليكم انا نطلب اخواننا أنهم يدعموا قائمتنا رقم 40 وإذا شفتوا ما يصلحوش ثاني كثر خيركم وسنحترم رأيكم وعلى الأقل إذا خيرتم خيروا أخف الأضرار خيروا أخف الأضرار راكم شايفين الناس دوكرا ما كانش اللي ما يعرفش الفيسبوك راه يهضر في الشارع يهضر يا خويا شو خير أنا مانيش مهتم بصح نفتيكم والله غير نفتيكم يا أخي تعصب عند ربي كما المال تاع غيرة تاع البنك كما يجوز تحطه في الجامع ولكن يجوز تصدقوا على واحد فقير يعني اسحب المال اللي قال لكم الديوك صح ما تعطيهمش اذا حبوا يشريكم واش يتربى ويعرف بلي الرجال ما تشراش من المال الديوك بها الزوام يعطيها حلال عليك انا نقول بس حرام عليكم خاطر على الصوم لأنه وين حيك الدفن إذا كانت مثل اليوم يذبحك منا فتستاهل من الملك يزيد يعطيك من الله تستاهل أخطاء شهر نحرير ورجل جاي موش يفسد أعطيه درس كما وأنا ما أعرف شعب تاع 50 والله يبقى في العهد اللي فات والله قرر جلال فصبر من الله والله غير عقاهم من صبر من الله ويسكت والله سيدو يا أخي فصبر من الله انا ما نقولش الاسم لكن ترجعوا في الغالب خلي لي في الصح الصور حلال عليك اللي تقول مدة سقط على كذا بس حرام عليك وضع عليه الصور انا كي نعود صالح انا ما نجيش انا ما نجيش نقول لك اليوم ندير لك وندير لك وندير ما ندير لكش ما نكذبش عليك انا نقول لكم كنا معاك ونوفر معاك ونجري معاك ونبكي معاك هذا هو الانتزاز اللي دور بارك الله فيكم واخواننا اللي جاوا معنا احنا راه عندنا باش ننتشروا المداومه تاع النوغه ان شاء الله ننتشروا النوغه في رحله خفيفه ان شاء الله ونرجعوا ان شاء الله بارك الله فيكم قبل ما نخرج جلسه في الكلمه وساعه النور ثاني باش نتعرفوا انا ما عرفتوش الامور هذا من الاطارات من ضيفه وعرفنا بعضنا من التسعينات وجاري من جنب الجنب وسكن حتى في الدار اللي انا دوكا نقول الناس يقولوا خير من براني ما خرجش من دون الله غير سكن هذا الدار موش براني هذا على المسلم بعد كنت ساكن هنا وشو خرج لله قلت لهم والله ماني خارج حتى ما عطش وقداش وتتحط طشك وتسكن انت تسافر الجزائر والجزائر يسافر فيها الجزائر الكل ماكش براني هذا هو اخوي عبد المنعم بارك الله فيكم وان شاء الله